اتكلم. هو هنا دلوقتي المفروض اصلا يستخدم فاي 16 في كل الاعمده، تمام؟ ففي اعمده واخد فيها فاي 16 ومعاها فاي 12، وده طبعا ايه تقريبا الحديد خلص منه وهو بيشتغل وبيقسط، فعوض بالفاي 12، ماشي مقبوله. لكن التقسيط اللي عامله ده غلط. انا مثلا هنا المفروض اربع تسيخ فاي 12. اولا المسافه ما بين السخين دي مش مظبوطه، المفروض يبقى التقسيط كله متساوي، لكن ما يبقاليش مثلا هنا 20 سنتي وبعد كده يروح جاي اكلها 15 وبعد كده 10. بس فانا هضطر اعمل ايه، همشي على حاجات الفاي 16 اللي هي الداير مايدور دي الاول، وابتدي اشوف الاماكن اللي هعرف احط مكانها فاي الفاي 12، احط مكانها فاي 16، اضمهم في السخين بتاع فاي 12 مع بعض واحط عليهم الفاي 16. يبقى انا كده ربطت الحديد كله مع بعض، واللي ناقص هبتدي اسرع له واحطه. ده هتسرع له اكيد. زي اللي هناك. زي اللي هناك كله 12. اللي هناك هضطر يزرع له في العمود نفسه. تعال نروح للعمود اللي هو فاي 12. ناخد السلم. السلم هو واخده 12 كله. لا السلم ده هنلعب لسه، هنقعد نلعب فيه. لسه هيتزرع له ونشوف الفاي 16 ونشوف التسليم. يعني هو كده المفروض ياخد فرش 16. كله فرش 16. فرش 16 ويغطى ب 12 ب 10. هو كده متاخد 12 كله. يعني اللوح كلها فاي 16 وعامل هنا فاي 12. فاي 12. طب هنزرع بقى اكيد. هتزرع طبعا هنا. السقف ده لازم تزرع. ايوه. تعال في العمود ده اللي كله. تعال هنا اهو، شوف ده كله هنا فاي 12 يا ابني. بتاعتنا لو هناخد نفس المجاز ده برضه الشنطون ده هيتلغوا. ده ما تلغوش. ما احنا كده هنضطر نفك الحطه ونجيب اشاراتنا جوه ونفتح العمود سن. زب. نفس اللي هناك. نفس اللي هناك. فك ده يا رب. نفس برضه كله 12 اهو. كله 12. نفس كله 12. اللي هناك كله 12 دوت اللي بتاع النص. ده هتزرع له 16 اكيد ده هنا. ده برضه في 3 12. مش كده كله 12. مش كده هتجيب كهرباء هنا. بمولد. مولد ايجار. يا اما بقى الغفير يتصرف هنا تصريح ولا حاجه ولا شوفين الدنيا.